انت بعت لي صور لتجربه جننتني بصراحه، الاستزراع السمكي المكثف. النظام ده احنا بندور عليه عشان النماذج دي تتكرر في مصر، هتزود انتاج، هتقلل نفق في الاسماك، كمان بتوفر في الاعلاف، صح ولا لا؟ مظبوط. طيب محتاج بقى منك شرح تفصيلي وما تسيبش معلومه عشان اللي عايز يكرر النموذج ده. ده نظام اسمه الاكوا ميميكري. الاكوا ميميكري. ميميكري. تمام. النظام ده اول ما ظهر في تايلاندا. كان في اصابات في بعض مزارع الجمبري الاحواض، كان فيها بعض الاصابات، وفي احواض تانية كانت مجاوره ليها بس ما كانتش بيتم تغذيتها باعلاف تكامليه، وكان بيتم تغذيتها بالمواد المتوفره زي رجاع الكوم. في تايلاند بدايته. تمام. لما ظهر امراض في الاحواض في بعض الاحواض وعدم ظهور الامراض في الاحواض المجاوره ليها، لما جم يبحثوا في السبب لقوا ان الاحواض اللي ما بيحصلش فيها نافق بيتم اضافه ليها رجاع الكون كمصدر كربوني. بدا يحصل ان في نمو للزوبلانكتون في الاحواض اللي متربي فيها الجمبري ديت. ايه الزوبلانكتون ده؟ الزوبلانكتون اللي هي الهائمات الحيوانيه اللي موجوده في الميه. تمام. اللي هو الغذاء الطبيعي. بداوا ان هم يبحثوا في الموضوع، فخدوا مصدر الكربون دوت اللي هو الرجيع وبداوا يطبقوه على الاحواض اللي فيها الاصابات واللي فيها الموت والمشاكل الموجوده. لقوا ان الايه النفق ده بدا يقل ومعدلات الحيويه والاعاشه بدات تعلى، فخدوا من الميه ديت برك خارجيه وبداوا يربوا فيها، يعني يحطوا فيها اسماك بلطي بشكل ايه مش اللي هو الاساسي كتجربه، فلقوا ان في تغذيه وان الاسماك دي بتزيد بمعدلات كويسه. تمام. من هنا بدا يتسمى النظام بالنظام الاكوا ميميكري. الاكوا ميميكري دوت هو في تشابه بينه وبين الباي فلوك، ان ده بستخدم مصدر كربون، وهنا في الاكوا ميميكري برضه بستخدم مصدر كربون، بس الباي فلوك بيبقى فيه نسب محدده بين الكربون والنيتروجين. حضرتك قلت لي دلوقتي ان انا بربي هنا سمك مكثف. تمام. اولا اشرح لي الحوض عامل ازاي، كل حوض منفصل لوحده، مساحته قد ايه، حطينا فيه كام سمكه في المتر. تمام. مش في الحوض طبعا، في طيب. المتر. الحوض دوت ده 5 × 11، ارتفاع الحوض متر 60. متر 60. عمود المايه زي ما حضرتك ما شايف احنا بننزل 20 سم علشان خاطر السمكه الحيويه اللي موجوده فيها، اللي حضرتك شفتها بتخلي السمك اصلا ممكن تطلع مننا بره المايه. هنا الحوض دوت نفس المقاسات بس هنا عدد اسماك اقل. احنا هنزلنا هنا في الحوض دوت 24000، يعني حوالي 280 سمكه في المتر. 280 سمكه في المتر، وهنا كم سمكه في المتر؟ حوالي 330 سمكه في المتر. طيب دي تجربه؟ دي تجربه لسه شغالين فيها دلوقتي، الاوزان ما بين 100 ل 150 جرام. فقد ايه تربيه؟ احنا يعني حوالي شهرين بنعلف. حوالي شهرين. وحضنت قبلها ولا لا؟ لا، هنا كانت نازله سمكه عقله في عقله ونص، جايبينها جاهزه عقله في عقله ونص، ما دخلناش احواض التحضين زي ما احنا عاملين. انت جايبها جاهزه من بره. بالظبط. صح كده؟ بالظبط. يعني التحضين اللي انت عامله جوه ده هيروح فين؟ هيجي مكان الحوض اللي طلع دوت اللي تم اصطياده. الاسماك اللي حضرتك محضنها النهارده، انت محضن كام سمكه اولا؟ محضن 24000 سمكه، بس هو الغرض من التحضين جوه حاجتين. اولا لما اشتري الزريعه الهبوشه وتيجي تتأقلم معايا على الظروف بتاعت المكان هنا، تخرج هنا ما يبقاش المكان بالنسبة لها غريب، دي أول نقطة. النقطة التانية، أنا لما أشتري الهبوشة تبقى سعرها أوفر من أشتريها محضنة. صحيح. النقطة التالتة واللي إحنا ما عملناش حسابها في التجربة اللي فاتت، إن إحنا عندنا الأوزان في تفاوت. لما يبقى عندنا سمكة 150 جرام طالعة، وسمكة 250 جرام، وسمكة 500 جرام، ففي تفاوت رهيب إحنا مش عايزينه. فإحنا اللي إحنا عايزين نستهدفه في التحضين جوه، هنطلع أوزان موحدة مثلا 80 جرام بحيث ان هي تنزل هنا تطلع معانا اوزان متقاربه جدا لبعضها. طيب انت لما تنزل هنا 24000 سمك يعني كام في المتر؟ 280. نتائجها ايه؟ معدلات النافق ما زادتش عن 2%. في عندي ترشيد كبير جدا في تهليك الميه، في استهلاك الميه. يعتبر مفيش استهلاك ميه. ثلاثة، ان انا هنا لما جيت في وسط الدوره حبيت ان انا اشوف هل المنظومه دي بتوفر معايا اعلاف ولا لا. انا بعلف شكارتين ونص ثلاثه في اليوم، وممكن بتوصل لتلاتة ونص والتركيبة موجودة. لما جيت غيرت المية تماما لغرض بس ان انا هشوف انا ههلك علف قد ايه، رافع العلف شكارة ونص يوميا، فبدأت ان انا ارجع الهائمات النباتية تاني عشان تقلل معايا معدلات العلف اليومية من 4 شكار ونص لـ3 شكار.